بالنسبه الله يسلمكم الاختلاط، بعطي بنود سريعه يمكن لا استطيع ان اتوسع فيها نظرا للوقت. اولا بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه بلاد الحرمين معروفه وضعها من هي، ودائما يكرر الشيء هذا ويجب ان نكرره، منبع الرساله، مهبط الوحي، بلاد الحرمين الشريفين، كل الخصوصيات هذه في بلد كهذه يوضح لك انها لا خصوصيه معينه، لا مجال ان نستورد من الاخرين الانحلال والمنكرات والفواحش والافساد والفتن الذي او التي يريدون ادخالها بطريقه او اخرى، لان اي بلد لها عناصر اساسيه ومنها الامن، والحمد لله رب العالمين الدوله قائمه بمثل وزاره الداخليه في الوضع هذا وقضاء على الخوارج. ثانيا الموضوع الاخر اللي هو بعد الامن يكون الفتنه، وهي هذه من ضمن الفتنه، وطبعا ثاني في المخدرات، وهذه كما ترون تدخل من جميع انحاء المملكه بشتى الوسائل والطرق، ودائما فكروا كيف دخلت، ليس كيف دخلت ولكن ما الذي مولها كي تدخل الى هنا. فهذه البلد مقصوده بجميع الطرق وجميع الوسائل، حتى القنوات الفضائيه الان اللي موجوده التي يملكوها السعوديين، لاحظ الذي يقيمون على ادارتها هم من المذهب الماروني، فاعرف المذهب الماروني ماذا يريد في النهايه، وبعضهم طبعا يهود كذلك. رجوعا الله يسلمك الى موضوع الاختلاط، اولي الامر يتبعون شرع الله وسنه رسوله، طبعا هم الان يريدون ان يدخلون مدخل بزعمهم مدخل ذكي. المدخل الذكي هو عندما يامر ولي الامر في موضوع ما، في مكان ما، في شيء ما، وهذا يتناقض مع حكم شرعي مثلا الجامعه، هذا موضوع يخص العلماء مع ولي الامر في السر. اما ان يجوا بعض الكتاب او بعض من نسميهم شرعيين بين قوسين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان سيكون في اخر الزمان رويبضات، هؤلاء هم الرويبضات، يكتبون كتابات بمعنى ان يتجاولون على ولي الامر ان ان انه عمم ولم يعمم بالاختلاط، هذا كذب وعار وزور، يعمم يقولون كذلك ان يضعون كلام في فمه وهو لم يقوله الله يحفظه، وثالثا يزاودون عليه في الكتابات، وهذا كلام غير صحيح، واخرها في كتابة لواحد من الكتاب قال كلام اسمه عبد الله الطائر او الطيار، يقول منذ افتتاح جامعة كذا كذا عبد الله جامعة الملك عبد الله التكنولوجي لم اسمع ان عالما معتبرا خرج علينا بفتوى تحرم الاختلاط، انتبه، بل ان العلماء المعتبرين باركوا وايدوا جامعة الملك عبد الله، ولم نسمع عنا سماحة المفتي ورئيس مجلس القضاء الاعلى ولا ائمة الحرمين ولا وزير العدل ولا وزير الشؤون الاسلامية قد ذهبوا مذهبا يحرم وجود الرجل والمرأة في جامعة الملك عبد الله في فصولهم ومعالمهم ومكاتبهم، وبناء على سكوت العلماء طالب في اخر المقال بمراجعة فتاوي الصادرة بخصوص قيادة المرأة للسيارة، انتبهوا، وضوابط ولاية الرجل على المرأة وسفر المرأة وحدها والمحرم. الله يسلمك، أنا أقول أرد الكلام على هذا الرجل وأقول الملك عندما أمر بجامعة الملك عبد الله لعلوم التقنية كان له للضرورة أحكام ولا وضع ورأي معين بينه وبين العلماء، أما أنك تتوسع إلى ما غير ذلك فهذا كذب وعار وزور، ولا نقبل منك تتجاول على ولي الأمر، ولا نقبل منك أن تضع كلام في فم ولي الأمر، ولا نقبل منك ولا من غيرك أن تعمم. أما بالنسبة لهؤلاء اللي ظهروا كقاضي كهيئة واحد من أمر معروف أنه منكر، القاضي أراد التزلف وأراد الترقية والله أعلم، أما الآخر اللي من هيئة فهذا الله يسلمك كانت نهاية تكليفة، وتوقع أنه بالحركة هذه أنه يثير زوبعة كي يجلس بعد أن التكليف انتهى، انتهت مدته، والله أعلم يمكن نجحت هذا التصرف. وأما الباقيين الله يسلمك على قول هذا الكاتب، كتب كتابة مهمة، سكوت العلماء هذا من باب السمع والطاعة لولي الأمر، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، وكذلك حديث حتى لو جلد ظهرك أو أكل مالك، هذا الله يسلمك يدل انه عندما ولي الامر يعمل شيء معين وعلماء يتناقشون معه في حكم ذلك، وفي النهايه ولي الامر له حق كما قال الله سبحانه وتعالى شاورهم في الامر، ثم ياخذ مشورتهم وبعين الاعتبار هل يقبلها ام لا يقبلها، او ياخذ براي واحد منهم يخلف يرفع الخلاف. فالله يسلمك الان لا نعمم الموضوع هذا، ورجوعا الله يسلمك الى موضوع
اسمحوا لي، موضوع الاختلاط وموضوع ما كتب وموضوع ما يحاولون بعض الناس من الكتاب ومن رؤساء تحرير ومن هؤلاء اللي من المؤسسة الدينية، ولا أحسبهم المؤسسة الدينية، لأنه إذا راجعت ملفاتهم سابقا وجدت ملاحظات كثيرة عليهم. فهذول الله يسلمك لا نحسبهم المؤسسة الدينية الحقيقية اللي هم العلماء، لأن القاضي لا يفتي، فهو تشريع تنفيذي، واليامر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك هو تنفيذي. السؤال ماذا كنت تفعلون طول حياتكم إذا كان هذا في قرار نفسكم؟ إذا معناها أنتم كنتوا تتصرفون بمكيالين، مكيال من جهة شرعي ومن مكيال من جهة ما يدور في أنفسكم. فأظن هذا خطر كبير، وأظن هؤلاء كشاكلة هؤلاء إن شاء الله أنه يزالون من مناصبهم ومن أماكنهم، لأن هؤلاء ليس على مقام العلماء. في النهاية الله يسلمك ودي أقول شيء، في ضغوطات عظيمة من المنظمة التجارية العالمية، المنظمة التجارية العالمية، وكذلك من الفيفا، وكذلك من المنظمات الأخرى على المملكة العربية السعودية، ويحاولوا بشتى الطرق أن يضغطوا على المملكة في مواضيع كثيرة تخص المرأة بالاختلاط وإلى آخره، والمملكة بجهدها استطاعت أن تصد هذا لحد كبير، لا أستطيع أن أقول 100%. والدليل على ذلك الله يسلمك من الأشياء اللي حاولوا أن يطبقوها في المملكة كانت المعابد، ورفضت المملكة العربية السعودية. من الأشياء اللي حاولوا يطبقوها في المملكة أن يكون هناك محامين غير سعوديين، ورفضت المملكة، وأشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى. لكن في موضوع المرأة والخلوة والاختلاط، هذا موضوع الله يسلمك، هذا إذا نجحوا في دخوله على جميع مستويات المجتمع، فهنا بدأ الانحلال والانحراف والمفسدة، والشيء هذا هو نجاح للغرب للشق وللفتنة ولاختراق هذه البلاد من الداخل. فإذا بإذن الله وجدنا من هم من علمائنا، وأولا ولاة أمرنا وعلمائنا، وكذلك مشايخنا ودعاتنا والأساتذة، أن يصدوا هذا الهجوم بما نستطيع، لأنه بالنهاية يعني في طريقة معينة لصد الهجوم، يجب أن يتخذ كل الوسائل الشرعية والرفع ولاة الأمر وإلى آخره. وكذلك شيئا ما ودي الله يسلمك نزوده، هو الاجتهاد. في شيء اسمه الاجتهاد، أنا بقول لك إيش قصدي في الاجتهاد. مثلا الله يسلمك، إذا الرجل راح إلى الإمرأة، راحت إلى سوق وأمامها رجل الذي يبيع لها كرمك الله الملابس الداخلية، هذا بحد ذاته موجود حاليا وهذا نرفضه. بنفس الوقت بعض الناس يقولوا إذا يفتح المجال للنساء، لا، أنا أقول يجب أن يكون هناك اجتهاد، ما هو الحل المناسب الشرعي بحيث لا يكون هذا ولا يكون هذا. لأن إذا قلنا لا من باب درء المفسدة وسد الذريعة ولم نقدم البديل لولي الأمر وللعلماء كذلك يجتهدون في ذلك، إذا الجهة الأخرى ستكسب، ستقدم كل ما لديها، وفي النهاية حنا نقول لا من باب درء المفسدة وسد الذريعة، وهذا خطر كبير علينا ويستعمل ضدنا. ويقويكم الله، وبيض الله وجيهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.